بالناقص من الناقص لأنه البلد مو ناقي. أنت تحاول أن ترهبني ولن تنجح. هو في نهاية المطاف أرهابي من جبهة النصرة. هلا أنا بعد كل شيء عم أعمله لساعد الناس، طلعت أنا الحرامي اللي عم أسرق الناس. ولك أنا شو هالورطة اللي ورطت حالي فيها؟ صدق اللي قال العشرة يلي هانت، ولك يا ريتها ما كانت. والله لرأسك حنجلي والله. هولو